أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مركز إكسبو الشارقة صباح الأمس مشروع مدينة الشارقة المستدامة الذي يمثل أول مشروع يلبي أعلى معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية في الإمارة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة الاستثماري والتطوير شروق ودايموند ديليفيلوب الشركة المتخصصة في تطوير المشاريع البيئية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مشروع مدينة الشارقة المستدامة هو مشروع استثنائي، مشروع مختلف، هي شراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير وشركة دايموند ديفلوبر. الفكرة أتت بأن نأتي بمشاريع مختلفة بين الحين والآخر. اليوم مشروع في المدينة المستدامة هو عبارة عن مشروع متكامل يتحدث عن فكرة تقديم مشروع صديق للبيئة يولد الطاقة من خلال الألواح الشمسية، تكون فيها الفلل عندها استقلال من ناحية الرؤية، من ناحية الخدمات اللي بيكون فيها، راح يكون فيها ممرات خاصة للمشي، لرياضات الجري، للدراجات الهوائية، راح يكون أيضا محصولها الزراعي موجود. نتكلم عن المستقبل، ولكن اليوم تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتدشين مدينة الشارقة المستدامة، حيث اطلع سموه على نموذج للمدينة بكافة مرافقها وما تضمه من مجمعات سكنية متنوعة ومؤسسات ومراكز، واستمع سموه من القائمين على المدينة إلى شرح مفصل لكافة ما تضمه المدينة وطرق عمل المحطات المختلفة والآفاق المستقبلية لها وما ستقدمه المدينة من مميزات بيئية وأجواء صحية كأحد أحدث المشروعات التي تراعي التنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع توفير الاستقرار الأسري والعائلي. طبعا المشروع بني على ثلاث ركائز للاستدامة، وهي البيئية والاجتماعية والاقتصادية. من الناحية الهندسية والتي تتعلق بالبيئة نوعا ما، من الناحية البيئية ستنتج المدينة إن شاء الله كامل طاقتها الكهربائية من الألواح الشمسية والغاز الحيوي. ستقوم المدينة بتدوير جميع نفاياتها كاملة، ستقوم بتدوير جميع المياه الناتجة منها وإعادة استخدامها في الري. ستستخدم المدينة كل طرق، يعني كل وسائل تمكين السيارات الكهربائية، وسيكون هناك شواحن كهربائية في كل مكان، وكلها طبعا تأتي من طاقة متجددة. تتمتع المدينة بموقع استراتيجي بالقرب من منطقة الرحمانية يتيح للمستفيدين منها الوصول بسهولة إلى مطار الشارقة الدولية والمدينة الجامعية بالشارقة ومطار دبي الدولية، وتوفر المدينة فيلا سكنية صديقة للبيئة وعالية الكفاءة تنفرد بتصاميم شرقية عصرية وبطابع خاص يمزج بين التفاصيل الجمالية المعاصرة واللمسات التقليدية بما يتناغم مع الطابع الجمالي الذي تتميز به إمارة الشارقة، حيث يتيح المشروع مجموعة متنوعة من خيارات المساحات والتصاميم للفلل. مدينة الشارقة المستدامة تعزيز لمساهمة إمارة الشارقة في المساعي العالمية الرامية إلى الحد من التغير المناخي والحفاظ على سلامة الكواكب وساكنيها. حياكم الله، وللحديث أكثر حول هذا المشروع، مشروع مدينة الشارقة المستدامة وأهمية هذا المشروع، أيضا انضم لنا عبر الهاتف الأستاذ يوسف المطوع المدير التنفيذي لمشروع مدينة الشارقة المستدامة. حياك الله أستاذ يوسف، مساء الخير. أستاذ يوسف تسمعني؟ أستاذ يوسف؟ أستاذ يوسف؟ أعتقد الاتصال انقطع يا جماعة.
على ما نرجع بالاتصال مع أستاذ يوسف ونتعرف منه أكثر بالتأكيد على مدينة الشارقة المستدامة وأهميتها بالتأكيد والهدف من هذه المدينة، خلونا ننتقل مشاهدينا إلى آخر فقراتنا لهذا اليوم ومع مكتبات الشارقة العامة، وبهدف إطلاع طلاب الثانوية على سبل وآليات قراءة اتجاهات الأسواق والقدرة على اختيار التخصص الأكاديمي المناسب لهم، انطلقت فعاليات النسخة الثانية من معرض التخصصات الجامعية والذي تنظمه مكتبة الشارقة العامة بالتعاون مع مكتبة الذيد. عن هذا المعرض وأهميته اليوم نستضيف الأستاذة إيمان بوشليبي مدير مكتبات الشارقة العامة. حياك الله يا إيمان. أهلا وسهلا. يعطيك العافية إيمان. الله يعافيك. طيب هذه النسخة الثانية من معرض التخصصات الجامعية واللي ما شاء الله يتم طبعا بتنظيم من مكتبة الشارقة العامة وأيضا بالتعاون مع مكتبة الذيد. كلمينا عن فكرة هذا المعرض في أول نسخة وثاني نسخة كذلك. جاءت الفكرة لأن في مراحل معينة من السنة أبنائنا يخوضون مرحلة صعبة جدا وهي مرحلة اتخاذ القرار. صح. يعني هم مقبلين على امتحانات الثانوية العامة أو مقبلين هم مستجدين ولا زالوا في حيرة من أمرهم يبغون يختارون التخصص الجامعي. مسألة اتخاذ القرار هي مش سهلة. الطالب يتعرض فيها إلى تأثير من المحيطين وخاصة الأهل أو من نظرائهم في نفس العمر أو في نفس المرحلة الدراسية. فشفنا أن من المهم جدا أن نحن نوفر لهم بيئة يقل فيها التأثير الخارجي ويقدرون فيها يعبرون عن تساؤلاتهم للجهات المختصة ويتم الإجابة عنها. حلو. فجاء هذا التعاون بين مكتبة الشارقة العامة ومكتبة الذيد العامة على أساس يتم تنظيم المعرض. فكرة المعرض أعتقد هي وقتها وجميلة جدا خصوصا نحن مقبلين على نهاية العام الدراسي إيمان. يعني نحن كنا يمكن الأسبوع الماضي في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وكان الهم الأكبر في الحديث في المنتدى عن مستقبل طلبة اليوم. في إحصائية تقول أن 60% من الطلاب اللي يدرسون اليوم في المدارس لم تستحدث لهم وظائف بعد. صحيح. ولذلك هناك تحديات كبيرة تواجه ربما الطلبة بالفعل في اختيار التخصصات، خصوصا أن كذلك أيضا في إحصائيات تقول أن أكثر من 40% ظني إيمان أكثر من 40% من الوظائف اللي نحن نشتغل فيها اليوم راح تلغى في 30 عام القادمة أو سوف تصبح منتهية. صحيح. فهذا يخلي الطلاب وكذلك أولياء الأمور في حيرة من أمرهم، يعني الطالب وده يدخل تخصص جديد ما حد دخلها من قبل أو يعني شيء جديد ربما على العالم ويكون له احتياج مستقبلا. صحيح. الأهل دائما يعني يواجهون وأنا ما أعفي نفسي يا جماعة من هالشيء الحقيقة. دائما ودنا أن عيالنا يتخصصون في تخصصات نحن نعتبر أنها هي الأعلى، الطب والهندسة. الهندسة. صحيح. بالضبط فهمتني تيمان. صحيح. يمكن نحن كأهل يعني شي نشوف أن الطب والهندسة يعني شيء وايد كبير وهو طبعا ما يلغي بالتأكيد أهمية الطب والهندسة، لكن في تخصصات جديدة راح تطلع مستقبلا يا جماعة راح يكون دورها أكبر بوايد وحتى كمستوى وظيفي راح تكون ربما أعلى بوايد. أحد يعرف فعلا فعلا الفكرة أن القياس يتم على المراحل اللي مروا فيها الآباء. بالضبط. هي ليست قياس على اللي انت مريت فيه. فعلا يعني اللي مريتوا فيه غير اللي راح يمر فيه الأبناء فعلا. فنحن يعني كان الهدف جاء ان فعلا نزيد الوعي باتجاهات أسواق العمل. يعني في بعض الفعاليات مرت فيها مكتبات الشارقة العامة ومنها فعالية كانت تقدم التجارب اللي هي تجارب وخبرات الأشخاص والتحديات اللي مروا فيها. بنتكلم عنها إن شاء الله اللي هي فعالية المكتبة البشرية. كان في عدد من الطالبات خريجات الهندسة النووية. فسألت ليش درست هندسة نووية؟ يعني شو كان السبب؟ فأول إجابة كانت اللي هو إنه تخصص جديد وإنه تحدي. كان أهم شيء عندنا أوكي وتحدي جديد. هذا اللي نبغاه، هذا المطلوب. ففكرة إن نحن
فقط نختار بشكل عشوائي التخصصات الجديدة بدون النظر في سوق العمل ماذا يحتاج بالضبط. وأيضا الوقت المعاصر حاليا المجتمع ماذا يحتاج حتى يتطور ويستمر في التطور. هذه يعني بدون تفكير منطقي تبعاتها جدا اللي هي الإحصائيات اللي تكلمت عنها. نعم. أن معظم الطلبة إما تخرجوا في تخصصات لا يعملون فيها نعم. بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم بالضبط أو يعملون بأماكن أو بوظائف ما لها علاقة فعلاً. أو يبحثون عن عمل ولا يجدون عمل في التخصصات اللي تخصصوا فيها بالتأكيد. فلهذا جاءت أهمية وأهداف المعرض اللي نحن أقمناه من غير أن لازم يرسم الطالب مسار لمستقبل ومسار مهني سليم وصحيح قائم على أصحاب الخبرة اللي هم الأكاديميين. يعني إذا بيتكلم عن الهندسة أو بيتكلم عن مثلاً الطب أو اللي هي اللي نحن دائماً نقول إن هي التخصصات اللي فعلاً تخصصات ننظر لها بنظرة إنها رفيعة المستوى. رفيعة المستوى فعلاً ممكن فيها لها نظرة خاصة فيها خاصة من أصحاب التخصص. أكاديميين بالضبط. يمكن الأكاديمي يكون له نظرة مختلفة تماماً عن نظرة الشخص العادي غير المتخصص ربما في هذا المجال. النسخة الثانية إيمان كيف اختلفت يمكن عن النسخة الأولى؟ شو اللي توسع في هذه النسخة أو كيف توسعت ربما في هذه النسخة أكثر؟ النسخة الثانية جاءت بالتعاون مع مكتبة الذيد العامة أولا وثانيا عدد الجامعات اللي شاركت السنة أكثر عن عدد الجامعات والكليات اللي شاركت في النسخة كم الأولى. كم جامعة شاركت هالسنة؟ 11 جامعة. 11 جامعة. 11 جامعة. جميل. يعني كبير بالنسبة لي. تذكرين منهم أسماء الجامعات ممكن نقولها؟ في شاركت معنا كليات التقنية الجامعة القاسمية ولأول مرة تشارك الجامعة القاسمية طبعا كان معكم دكتور رشاد. أيضا شاركت معنا كلية حمدان بن محمد الذكية. العديد من الكليات عندنا البعثات الخارجية شاركوا أيضا وكان لهم على حضور قوي. لهم حضور لأن تعرفين طلبة الثانوية العامة دائما ما يقعون في اللي هو البعثات الخارجية تشكل متعة لهم بالضبط. الفكرة يعني ممتعة بالنسبة للطلبة فأيضا بعد اللي هم طرحوا الأسئلة اللي تساؤلات اللي عندهم شو المتطلبات اللي أحتاجها علشان أنا أقدر أني أحصل على بعثة خارجية أيضا ففعلا في عدد كبير من الكليات والجامعات وكان الحضور جدا قوي على جميع الجامعات اللي هي كانت إيمان طبعا انت بالتاكيد منظم لهذا المعرض وشفتي فيه تخصصات طرحت بالتاكيد من الجامعات شو ابرز التخصصات اللي طرحت من قبل الجامعات وحسيتوا بالفعل ان هي راح تكون نافعه وناجع لسوق العمل المستقبل إن شاء الله. طبعا الجامعات مثل ما ذكرت إن هي 11 جامعة مشاركة وكل جامعة لديها كل جامعة متعددة التخصصات جميعهم طرحوا التخصصات اللي هي يعني مناسبة لسوق العمل بس التخصصات جاءت للإجابة على تساؤل الطالب يأتي الطالب عنده تساؤل معين عنده مهارات معينة فهم شو المتواجد من التخصصات يعرضونها وأيضا يقدمون النصح والمشورة يعني ممكن يكون مثلا تخصص في إدارة الأعمال ولكن التخصص اللي هو مختارنا خلينا نقول في جزء معين لا يحتاج سوق العمل من إدارة الأعمال فالجامعة تحاول أن هي توضح هاي الصورة يعني الجامعة القاسمية لها تخصصاتها وجامعة حمدان ذكي لها تخصصاتها وأيضا عندنا من التخصصات اللي موجودة الأمومة والطفولة وهي من التخصصات اللي البعض ينظر لها كأنها تخصص سهل ما لها أهمية ولكن فعلا إمارة الشارقة تولي أهمية كبيرة حق الطفل لأنها هي إمارة صديقة للطفل وصديقة لليافعين في نهاية اليوم أنت محتاجة متخصصين يدعمون في هذا المجال الرؤية. فعلا يدعمون هذه الرؤية ففي تخصصات مختلفة يعني ما أقدر أحصر لك إياها ولكن يمكن هذه أبرز التخصصات اللي شفتوا أنها هي موجودة في المعرض طبعا في أنشطة أعتقد مصاحبة للمعرض أو فعاليات مصاحبة للمعرض إيمان شو هي أبرز الفعاليات هاي؟ السنة كان عندنا فعاليات ورش متنوعة وهذا الاختلاف عن السنة اللي طافت أيضا لأول مرة شاركنا بالمكتبة البشرية والمكتبة البشرية هي أتت تأصيلا لفكرة أن كل شخص عبارة عن مكتبة بتجاربه وخبراته يعني أنت ريم ما شاء الله مذيعة وإعلامية وعندك خبرات فإذا يا شخص
صغير السن وحاب انه يدرس المجال ويستفيد من خبراتك. فنفس الفكرة شاركوا معنا أفراد من مجالات متخصصة من جامعة الشارقة، كان في زيارات من المدارس، وأيضا اليوم الخميس كان في فترة مسائية والإقبال كان جدا جميل على اللي هي حلقة المكتبة البشرية. اللي يصير فيها أنه يتكلم عن تجاربه وتي الأسئلة من الحضور، فكانت هذه واحدة من المشاركات. وفي محاضرات تفاعلية مثل قرارك باختيارك، هذه المحاضرة جاءت لتأكيد مسألة حرية الاختيار في التخصص دون التأثير، أيضا شو العوامل المؤثرة في اختيار القرارات في شأن اختيار التخصصات. الأهل احنا ما نتحمل على الأهل هذا رقم واحد، بس يمكن في بالتأكيد يعني عوامل أخرى ممكن تأثر فعلا في على الطالب. في واحدة من المحاضرات هي التفكير الإيجابي، وركزت على مسألة كيف نحن نركز على مناطق من الدماغ لاختيار المهارات المناسبة لاختيار التخصص، وهذا شيء يعني تحسينه وايد نادر، المواضيع اللي مثل كذا نادرة. ليش؟ لأن فعلا هي تجذب الشخص وتخليه يتخذ قرار منطقي بناء على شو مهاراته وكفاءاته اللي قدراته فعلا. وفي اللي هي إدارة الوقت للاستفادة من الوقت حاليا، لأن تشوفين الوقت قصير على الامتحانات، وعلاوة على ذلك عليه أنه يضع خطة للتسجيل في الجامعة والحصول على المهارات والكفاءات المطلوبة عشان يحقق التسجيل في التخصص اللي هو اللي حاب أنه يدرسه. نعم إيمان، طبعا أنتم تستهدفون طلاب الثانوية، طلاب الثانوية العامة بشكل أو الثاني عشر مثل ما يطلق عليها الآن بشكل خاص. كيف تواصلتوا مع المدارس؟ منو استقطبتوا بالتحديد؟ كيف حسيت الإقبال من الطلاب من المدارس بشكل خاص؟ الإقبال كان جدا جميل. نحن تواصلنا معهم بشكل مباشر عن طريق اللي وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم، أيضا مع المدارس الخاصة، استهدفنا المدارس الحكومية أيضا. والاستهداف لم يكن فقط حق اللي هو طلبة الثانوية العامة أو الصف الثاني عشر، ولكن بعد نحن عشان كذا أضفنا اللي هي الفترة المسائية. ليش؟ لأن استهدافنا أيضا حق المستجدين، طلبة الجامعات المستجدين اللي هم في مرحلة الفاونديشن بالضبط، اللي ممكن أنه يغير تخصصه كذلك. فعلا اللي هم يبغون يغيرون تخصصاتهم، اللي حابين أنهم فعلا يختارون التخصص بعدهم ما وصلوا مرحلة الاختيار. وبعد عندك اللي هم الأشخاص اللي صار لهم فترة خريجين من الثانوية العامة وحابين أنهم يكملون مسيرة التعليم. جميل. هذا طبعا بالنسبة للمعرض. إيمان، أنا حابة أسلط الضوء بشكل سريع جدا يمكن قبل نختم على الأنشطة كذلك أيضا اللي تقدمها مكتبة الشارقة طوال العام. أنت ذكرتي يمكن شيء جميل جدا وهو المكتبة البشرية. في غيرها وايد أنشطة، ممكن بس تكلمينا عنها إيمان بشكل سريع. أكيد طبعا، مكتبات الشارقة العامة تحاول أن هي تقدم برامج وفعاليات في طابع معرفي وممتع. حلو. إن في نهاية اليوم يقدم المعرفة، لأن إحنا نبغى نغير صورة نمطية للمكتبات، إن هي مش فقط مكان للباحثين أو للباحثين، لا هي مكان للجميع. نبغى نحولها إلى الوجهة الأولى للتعليم الذاتي، ولذلك من الجدير بالذكر اللي هو مخيم العلوم التطبيقية المتكاملة. هو مخيم هندسي يأخذ الطفل من الفئة العمرية من 6 سنوات إلى 12 سنة. حلو. ضمن رحلة المهندس. طبعا المحور هذا الاسبوع سيكون حول اتمته المنازل، اللي هي تحويل المنزل الى اوتوماتيكي فعلا اوتوميشن. الورش تصير عن طريق مشاريع، هاي المشاريع يكون فيها تطبيق ويكون فيها ايضا تقييم للمشروع نفسه. ان شاء الله هذا المخيم بيبدا يوم الاحد 31 مارس. عندنا ايضا المكتبه البشريه بتكون مستمره خلال الاشهر القادمه في مكتبات الشارقه العامه المختلفه. في ايضا برامج تعليميه قادمه في مكتبات الشارقه، ابغي اذكر منها برنامجين ان شاء الله بيكون في مكتبه الديد، اللي هو برنامج رياده الاعمال. وهذا البرنامج عباره عن اسبوع من الورش للأشخاص اللي هم عندهم ميول
اللي للأعمال الخاصة والأعمال الحرة وما بعرف وين يبدأ. وهذه هي رسالة المكتبة، إن في 2019 إن شاء الله هي الوجهة الأولى للتعليم الذاتي. إذا حاب إنك تتعلم شغلة جديدة، أمر جديد، ومو بعارف وين تبدأ، فالمكتبة العامة هي المكان اللي أنت تبدأ منه. جميل جدا إيمان. ننتقل بمفهوم المكتبات من مكان هادئ خاص ربما بالباحثين أو القراء إلى مكان يضج بالحياة، هذا شيء جميل جدا. هي إحنا برامجنا حاليا ليست فقط متخصصة للناطقين باللغة العربية أو إحنا نقول حق العرب، ولكن لأن المكتبة يعني تستقطب اكثر من 75 جنسيه ما شاء الله. عندنا في اخر احصائيه لنا اكثر من 87,000 زائر ما شاء الله لمكتبات الشارقه العامه. فبرامجنا ان شاء الله ستكون تتحدث باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، ونحن في صدد ان شاء الله اطلاق ايضا برامج بلغات اخرى حتى يتسنى لجميع فئات المجتمع زياره المكتبه، وان تكون هي الوجهه الاولى للزيارات، ومثلا اللي هو قضاء عطله نهايه الاسبوع. ليش لا؟ ليش لا؟ فعلا. شكرا لك ايمان بوشليبي مدير مكتبات الشارقه، كل التوفيق. شكرا ايمان شكرا على وجودك. اذا مشاهدينا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، اليوم عطله نهايه الاسبوع. اتمنى لكم عطله نهايه اسبوع جميله وسعيده، خصوصا فيها الاجواء المطره ايمانها، مطار واجواء جميله. ان شاء الله يستمر المطر. الى اللقاء.